في جنبي. ايه ابنك بنتك شبي كان؟ والله سام بي شلل دماغ. شلل دماغ ما خلي الطبيب ما شفنا النتيجه. والله رحنا الرمادي رجعنا الموصل راجعنا اربيل بدون فايده. اي والله بدون فايده بس الحمد لله من راجعنا اصلا كم فتره نجي هنا راجعنا الحمد لله قام يحكي ويمشي. الله اكبر يمشي ويحكي. الله اكبر تدري وسب هسه شو اسمه ابننا؟ مرام. الله اكبر اليوم 25/3/2017 هذا ابن مرام كان ما يقدر ما يعرف هسه يمشي بفضل الله وبركاته القران هذا الطب النبوي هذا الطب يا حبيبي يا رسول الله. الله اكبر قل يا الله الله اكبر يقول يا الله قل بسم الله صوتي صوتي لا تخافي الله اكبر الله اكبر كساكا اوكي خليها شوف حتى يمشي خلي يروح يلا تعال وش يستعمل خلي اسعى راس بس يمشي يمشي تعال بس اروح خلي شي يمشي برا تعال اقول شو تعال كان محمود تعال برا لا تخافي الله اكبر خوش يستان بس عوف عاد تمشي خوش يستان بتشايف غادي كان ام دارا شل دماغ بنيتو يعني بروح قصش نذكر قصدي خواي بزياد دي سباس خواي بس هذا الوقت سيدا كان اي مرام مرام حبيبي مرام شلونك مرام مرام سلام عليكم يا هلا تعال عمم عمم عمي خوش يستان كازي عبد الله زوق البالغه خوش يستان ودي شل دماغ كان ابي هم فصدي خواو سكاني في غبري صلى الله عليه وسلم أرو بسبينزي سيد وهزار حبليات طبعا ما روي قرب عن شهد ما قوة سيفة عن قارب لخوشي عن هذا يتسوكا بل يمضى لقصين عرب ومش تاي بروا شهد ما قصين تاي سري سيا روش عن عرب يبي بيدين سكو محطة كي محاوية كي سوتايا أو سرقي كي رجيلا عشان تاي دقلي يان زدي دا نقص أكسين يبي لطب شهر سري زحمة دكتور كاني بريزن شرب يدني دي باكينا وفيتامينات باب أخوة مشكلة معني بس طب نبيكم بيكي زور قوليا فرمت سالم بدل مين ممكن تعرف كلمة مين فرمت علينا ولا شايفينك قاعد تسير استاذ هسه انت فرحان؟ اي والله فرحان يمشي ويحكي يمشي ويحكي وينام ما شاء الله الله اكبر خوش الاستاذ وهذا هو معجزه القران اساس ولا شوف اخوي دبي خوش الاستان او شهد ما صابوها حبيبي دكتور كان يبغى دي باكين يعني كارباتول يعني كار يصعب عيد دني دكتور ايش في اي باش رياضه في دن كيف خوتانا فرم خوش الاستان هنا استاذ اخذنا منك فلوس شيء لا لا بالله جزاكم الله خير جزاكم احترام انتم شمر وخوانا الشمر حبيبي سعوديين احب كل سعوديين طيبين اهل السعوديه اهل العراق خوش الاستان ساعتها ما شافين اوش اخواننا شمر خوالنا نحبهم احنا عندنا قرايب ياو ويان خوش الاستان اوش معناتها كان زياده ناقلين حتى معزيش كي قرايب فيوز بخاف اوش ابرو روي الشمية استاذ سوزي شيخ خليني خليني نزل رب العالمين اي حبيبي خوش الاستان روح يا ماما الله اكبر اوش هذا ما نقدر يخصش ذاكر قربان باي يكسر هذه يسكر من المسجد اللهم صل على خوش تجلس ربع ناقص شيء هذا ما اشبر هذا من كلا لا تطعه واسجد واقترب وهذا فرمي اي محمد صلى الله عليه وسلم واسجد واقترب سجدي له بعد يزيد يقول لمن بشر لهم كذا نزيد الاويا كسجدي له خويبا استا سجدكش بعد تصويرك هذا فرمي كلا لا تطعه واسجد واقترب هكا سجدي له خويبا نزيد توا سجدي له خويبا يا رب خير نزيل رب العالمين الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمده سبح الله القدوس رب الملائكه والروح سبح الوجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقدرته فتبارك الله احسن الخالق الله اكبر خوش يستان قرا فرم تعال في شيء كان بس عندنا باب التوز قبر ولا قال تعال اختي لي تعرف تعال هي هي تعرف تعريفي الله اكبر هذا شنو دماغ تابوا خاطينا خوش لزيان شنو دماغ شنو تاكل دوا ما مست علي نخير واري جورا في رمى صلاة صلى الله عليه وسلم قرب بابي تعالي لما شاء من دارة خصش دكا دروا عمل دارة فاسد بوش بس ما شاء دك ولا القربان كان بيز بابي الله أكبر الله أكبر خوش شو يستعمل معجزة معجزة والله قرآن معجزة بس شو هذا ما خلاك عايز كاك شو تعمل ليك زيدة توه زينة توه بس دايم خايف زيدة توه تمام شاكي خوش شو يستعمل أنا أشكر يعني وراء سايا إن شاء الله حكمي خايف دكتور توه إن شاء الله دبني دولة شرعي خايف فاخواته فرمي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون اي حكم الشرع اخواني كافرون خمي امريكا او بام زيان ما بقى هزر ما دام انت او افكت بريز الشاتين هم يوم الساعه تبغى دكتور يبغى يشيل زور غزي اخوان زور زور او بيشتغل شي معلش عشان بيسال اسمه داري بيتك وزيد يا مر كنا كذا تو ما مستاك عن زوق سيان في بودي مخبكا يا ربي اخواني بسي بام وزيد بدني ازاد ما مستاك لو اخواني بزان قشتة شدري اگر لو خواهش نمبو خواهم راشم هنجی صد هزار من دست هم هستم هنجی بسی هزاری هوار قصر قصر که بخواهی لوی دی پا به پازه هزاری خور من برست دیده که زن مامستد بازگوی اندروزن اقصان هم بختانه پیان کنیم بخواهی بدن یه عذابی خوش هستن هر کدوم خواهی بی اوی برهم کی بیشتر سارا نکنی کم کسی نجیان خوش خانم کرده بنای پیغمبر صلی الله علیه و آله هم قصه کس نداریم اوش بچه خودان دیتان
بوخوا هكذا بوخوا بناس أي قصة شبه بقول يا ربي إخويا ليها بعشرة يا ربي إخويا لي خوش بي يا ربي إخويا جماعة مثلا إذا كسلني يا ربي إخويا بقصد بار مكان في مصاصة نقصي بوت عندك هكذا هم خلوا بوت يا ماما مثلا دروزنا بار يام في مكان بوت يا ماما مثلا في أي شاكة هب راي في مكان في مصاصة نقصي بقصي ملا أنا ممكن أملا بقوت أنا أي هوار جماعة مثلا عبد فيه اما ما مثلا عبد الواحد كوم الاسلامي ما مثلا شهر سيدي فاح شهر سيدي الله اكبر وزير تندرستي شنو هنجي مثلا اقصاني هم يكاد تبقى شهر اقصاني هم بنبوتيا ما مثلا ملا مزهر ملا مسعود ما مثلا كان اقصاني هم بنبوتيا يا رب اخويا ليت رازينا بم اقر امن خرج لبيت الى بيان هاي باشتي ليت رايز دم بوي اخويا بيان هاي باشتي قدني عذابي بختاني امبيك اللي مقسام في بوتيما ام قسام في ناري يا رب اخويا لا خرج اخويا عفوا عنك اخويا بختانك لما قلنا عندك اشكو اخويا قال فرمي قال القرآن دفع بسم الله الرحمن الرحيم في غمري خواجة فرمي ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان والفحش والبذي لماذا لو كسنية كقصيبة خلال داري يعني دو بيسي يعني مختان بخلقا مختان زور خطرة ولا مختان زور خطرة دين خرجنا هم دسل زهنان بخوي بس أما جاءكم فاسق بنبري فتبين يكاد بازي ما مسائل يقول لي قد يا رب بجي مكة حتى بخود السكني ولا بكني راس تقوبي بنا تقول له دي مصار سيس صفيرة لك يعني قريب يجي يا معمل بس سامة كان داعي جاب قصي زور مهمة بكز مرين باشا بكز مرين خرابة تاب يا مصار سيس جينا جي يا صفيرة لك يا معمل لك يا قريب يجي أو قياس لا تقصي سكون ستان نسي قصة بقرآن يقصي بمن لنا ستان نسي فباشو بخرافة أو زي ستان نشين باكار نقلي هم عالم ريما مسا في أي باشا بروان في مكان وتي خراب بار في مكان تاور عملي بيبين بزن أو بياوكو راز قويد روزنا أما مسا هشك قصي عن كليا توبي مكان باشا نكن فاي قولوا محسبة عندك دستا ماشي بل عزيش كي قرآن في نسكان دارك وين غير فبل تعلبوا سوى تعمل قصة زوانا بقبايا سوى التصوير في بس خليني بشا سري سري تعالوا كتار على حرق في وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد اوج معزي قراني فيوز والسلام عليكم ورحمه الله اوش هذا ما صاحبه باذن قواي جوله ساي هموت ماجدكين وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.